السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا سادس؟ معكم وفاء حسين من أكاديمية الذكاء الدولية. وصلنا للدرس الثاني من طبعا من الوحدة، طبعا زي ما أنتم شايفين يا مس، من وحدة السلامة المرورية، يعني الوحدة الثالثة. وصلنا يا مس للدرس الثاني، الوعي المروري. الوعي المروري طبعا احنا بنعرف او تعرفنا الدرس السابق عن الحوادث المرورية، تحدثنا عن انه الاردن يصنف عالميا من حيث وقوع الحوادث المرورية الرابع عالميا، وهذا يدل على مشكلة كبيرة وخطيرة. لذلك يجب نشر الوعي بين السائقين وبين أفراد المجتمع ككل، اللي هم المشاة، سواء كان مشاة للفرد أو كان سائق للسيارة. يجب أن يكون هناك وعي مروري بالحوادث المرورية والتزام القواعد المرور السليمة للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمين الطرق، سواء كان سائق السيارة أو الذي يمشي على الطريق. الوعي المروري يعني هو وعي يتم اكتسابه منذ الصغر، يعني أنت وظيفتك كوالد أو كوالدة أنك توعي ابنك، تبيني له الطرق السليمة لاستخدام الطريق، وكيف يتم قطع الشارع، وكيف يتم المشي في الشارع، وأخذ الحيطة والحذر عند قطع الشارع. فهاي أمور تكسب منذ الصغر ويتعلمها الفرد حتى يكون قادر على التعامل مع البيئة المرورية المحيطة به، ومعرفة الأخطار الممكن أنه يتعرض لها ويحمي نفسه. فالشارع ملك للجميع، الشارع نجد به المركبة، السائق، الراكب، نجد فيه إشارات المرور، نجد فيه رجل المرور الذي ينظم السير، والمشاة خاصة الأطفال موجودين فيه، أيضا موجود فيه ذوي الحاجات الخاصة الذين يمشون أو يركبون على الكرسي المتحرك، وأيضا يوجد فيه كبار السن. إذا نعرف الوعي المروري، الوعي المروري هو إكساب الإنسان منذ صغره سلوكات مرورية سليمة تجعله قادر على التعامل مع البيئة المرورية المحيطة به بصورة صحيحة وإدراك الأخطار وحماية نفسه والآخرين منها. طب ما هي قواعد المسير الآمن يا مس في الطريق؟ عرف المسير الآمن على الطريق. المسير الآمن يعني المسير على رصيف الطريق بما يضمن سلامتك كماشي على الطريق، يعني كمار في الطريق. إذا عرف المسير الآمن هو المسير على رصيف الطريق بما يضمن سلامة المار. المسير على رصيف الطريق بما يضمن سلامة المار، هي المسير على رصيف الطريق بما يضمن سلامة المار ويكون بعيد عن السيارات. طب إذا ما كان في رصيف يا مس، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ يجب أن نمشي على أقصى حافة على الطريق، ونمشي بشكل منفرد، مش جانب بعض وليس جانب بعض، نمشي بشكل منفرد وراء بعض، ونكون باتجاه مقابل للسيارة، مش نكون خلف السيارة حتى يستطيع السائق أن يرانا. إذا ما هي الأمور التي يجب اتباعها في حال انعدام الرصيف وما في رصيف؟ السير على أقصى حافة الطريق، واحد. اثنين، السير باتجاه المقابل للسيارة يعني أمامها، والسير بصورة فردية لا جماعية، يعني وراء بعض مش جنب بعض وليس جنب بعض. الآن ما هي قواعد عبور الطريق الآمن؟ الآن بنلاحظ أنه في الطرق يوجد عندنا جسر المشاة، يوجد عندنا النفق اللي تحت الأرض تحت الشوارع، ويوجد عندنا إشارة خاصة بالمشاة. إذا كانت أحمر يجب أن نقف، وإذا كانت خضراء يجب أن نتحرك ونمشي، لأن السيارات تكون واقفة في هذه اللحظة. إذا أول قاعدة أن العبور من المناطق المخصصة للمشاة وليس في الشارع، يعني هنا إذا مشى
الماشي فيه أو العابر للطريق في الشارع يكون مخالف لقواعد المرور لأنه في جسر للمشاة. واضح يا مس؟ إذن أول ما هي قواعد عبور الطريق الآمن؟ ما هي قواعد عبور الطريق الآمن؟ 1- العبور من المناطق المخصصة للمشاة اللي هي جسر المشاة والنفق، وأيضا العبور من المناطق المكشوفة التي يراك فيها السائق. العبور من المناطق المكشوفة للسائق. كيف يتم العبور من الشارع؟ هلا انت كيف بدك تعلم كوالد والدة او اب وام، كيف تعلم طفلك العبور الشارع العبور الآمن؟ اولا تقول له ان يقف على حافة الرصيف، يقف على حافة الرصيف. 2- ينظر الى اليسار، ينظر الى اليسار. 3- ينظر الى اليمين. 4- ثم يكرر النظر الى اليسار، ثم يعبر الشارع بخط مستقيم بحذر وانتباه. واضح يا مس؟ الآن أنت أحياناً تركب سيارة مع والدك أو والدتك، تأتي إلى المدرسة، تذهبون إلى مشوار، كيف يتم ركوب الآمن للسيارة؟ مثل ما في عبور آمن أو سير آمن، المسير الآمن والعبور الآمن للشارع، أيضا في عنا الركوب الآمن للسيارة. كيف ما هي قواعد هذا الركوب؟ أولا يمس وضع حزام الأمان، بعد ذلك الركوب من جهة الرصيف، الركوب من جهة الرصيف، مش ألف وأركب من جهة الشارع، لا، الركوب من جهة الرصيف. أيضا عدم إخراج اليد من النافذة، وعدم التحدث مع السائق، وأهم إشي الركوب بعد توقف المركبة، مش أركب السيارة ماشية، لا، الركوب بعد توقف المركبة. إذن ما هي قواعد الركوب الآمن؟ ما هي وقواعد الركوب الآمن؟ 1- الركوب بعد توقف المركبة. 2- الركوب من جهة الرصيف. 3- عدم إخراج اليد من النافذة. 4- عدم التحدث مع السائق. 5- وضع حزام الأمان. بالنسبة للعب، هسا أطفالنا بيلعبوا، بحكي لك يا ماما بدي ألعب أنا مع أصحابي بالحي. هلا أنت شو بتحكي له كأم؟ بتحكي له لا تلعب بالشارع، لأنه الشارع مش للعب، الشارع هو للسيارات، الشارع للناس المارة بالشارع، مش لتلعب كرة قدم أو تلعب مثلا جلول مع أصحابك أو إنك تلعب زقيطة، يعني زي ما بيحكوها. لا، الشارع هو ملك للسيارات والمشاة، وليس ملك إلك إنك تلعب فيه. لازم أن تلعب في الأماكن المخصصة اللي هي في الملاعب، الحدائق والساحات البعيدة عن مرور السيارات. إذن ما هي مناطق اللعب الآمنة؟ في الملاعب والحدائق والساحات البعيدة عن السيارات، زي ما أنتوا شايفين هون. يعني هذا تصرف خاطئ، إنه الأطفال يلعبون في الشارع، لأن الشارع هو ملك لمين؟ للسيارات والمشاة. وهيك يا مس بنكون أنهينا الدرس. حلوا أسئلة الدرس ويعطيكم العافية.